السلام عليكم. انا باسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخنا، سأل. انا جايالي شغلانة في كافيه ومطعم كبير في مول، والشغلانة المطعم فيه بيقدم شيشة. ايوه. وهشتغل محاسب، ماليش اي علاقة بتقديم الشيشة او الكلام ده. ممكن تبتعد عن هذا المكان احسن لك. هو ممكن ابتعد عنه، ما عنديش مشكلة. هذا المكان لا يليق بالصالحين. لا يليق بالصالحين. ايوه. السلام عليكم. طيب لو الدنيا واقفة قدامي خالص، انا في شغل مش مرتاح في شغلي، وده بتاع واحد صاحبي، وهو قال لي تعالى اشتغل معايا. لا ما تشتغلش معايا. اشتغل معاه فترة حتى مؤقتة. قول له بعد الشيشة يا اخي. كان روح بس. ابعد عن الشيشة نهائي. الله يسلمك. الله يبارك لك. ده فضل. الله يسلمك.